السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. بإذن الله اليوم عندنا تكملة تختيم نيو 2 الحلقة 14. هذه المهمة ليفل 85، لعبت المهمات الجانبية ووصلت ليفل 85 بالضبط، فراح نبدأ المهمة. بسم الله، لا تنسوا الاشتراك يا شباب واللايك، وإن شاء الله أن يعجبكم المقطع.秀吉の勢いを止まらず、左翼が崩れました。なんと、あのサルメが、ゴズメを出して食い止めよう。ゲッセヌ、いかに妖かしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。利光、信長様より奪った霊石、厳重に保管してあろうな。 هذا الشرير اللي جاب البنت بالعجلات اللي في المهمة اوكي. طبعا اخذت فاس جديد، غيرت ملابسي ووضعتها. طيب شو هو التلفيل الجاي؟ يبغى لها 205 الو مرة، صار كل مرة تصير اعلى بشكل مبالغ فيه. طيب عندي طريقين، هذا طريق مختصر. طيب هناك طريق مختصر، نشوف هنا ايش فيه. فيكم واحد بس واو، تعال انت يا حلو. لا لا لا، اشوى حس بالتعبان، انت مو مشكلة. حلو، هيل. خلاص يلا توكل على الله. هذه مرة ما أحبها. خلاص اوكي على الله، ما تعب نفسي معه، خلاص طيقتين مسدس وخلاص. بالهاند كان حلو. هذا اول واحد اخضر، في 8 يعني باقي 7. لا لا لا،
يلا توكل على الله. الام ثاني لا هذا الطريق المختصر. انزل 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 سحب تفضل هيل هيل لا لا شرت نفسي خلاص اتوكل على الله. عنده صندوق عنده اوكي وهنا في واحد اخضر. طيب نشوف الجسر داش فيه ورا. اوكي منطقة وحش الله ياخذ رجله. هذا الوحش فك خلاص راح الزول. هذه واحدة هي الله ياخذ عمره. ما شاء الله على طول رجعت استمنه حقتها. طيب هنا في هذا هذا بعطيه وفيها. اوكي هذا ثالث واحد حلو من طريقي من هنا. هنا في هذا وين اجيب؟ حلو هذا شراين. طيب اكمل من عند شراين. هذا مقفل حطه مع الجهة الثانية. وهنا مزارعهم حقت الارز. خلاص اجيب. تعال تعال انزل بي يو
حلو، واحد مات، الثاني مات، الثالث مات. تعال هنا في واحد غثيث. حلو حلو حلو، هنا كمان شوفني. لا ما ابغى. حلو كده نوقف نزعة. ايش في هذا قوي كده؟ طيب هذا الطريقة المختصرة، بس عشان نختصر هذه مزعة الأرض. فكمل هنا في هذا الثالث أتوقع. أيوة الثالث هو هنا طريق مختصر كمان، مو طريق مختصر هذا عشان ننزل. هذا الحلو. في واحد من الخضر دولي باخده، هذا الخامس. الله يستر، ايش ده؟ تعال مسوي ساحر على راسي. الله ياخذك. تعال ايش السحره دولي. طيب يتوكل على الله. أول شيء ننظف المنطقة السفلية. هذا شيء يكسر، بس هذه لو تخلينا كسره. اسحب عليها، كسرها. بقى الأحمر هذا لأنه قاعد يهيلها. شوفوا
بس. اوكي نوضح هنا عندي شرين الثالث. طيب بعد ما ضبطت وضعي في الشرين ولفيت لفيت خلينا نشوف تحت ايش في. هنا عندنا طريق مختصر. هذا الطريق مختصر اللي تحت قبل المنطقة الأولى. ايش في بغيت اطيح. طيب هنا واضح انه الزعيم فخلينا استدعي احد معايا. جرب هذا ابو ثلاث سنين السلاحي كذا. يلا تعال. الله يستر. واو تحول وجهين. واحد ناري شكله واحد ثلج. يا ساتر. تعالوا ساعدوني. اوكي يا ابو وجهين تعال. اتوقع اني اخذ هادي واضرب الوجه الاحمر. طيب خليني اهيج.
يسويها الحمراء. اوكي التحول. توكل على الله. حلو من ثاني محاولة ما هو شيء. شو هذا صاير شرس؟ يا يدنوجي شكله حتى هذا تحول. يسمو ناغرا ميغوتو دانا. سا ميتسوهيدي او تاوشي نيكوزو. ها؟ どうした? なんだ その顔? お前! ただ今ねよ! حتى هذا شكله صار معاهم. والله口封じのため抹殺する。それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟したみ。今更お主と争う気はない。 信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。要は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、 所詮は調和のうちに収まる人影だ。口を敷きは闇に潜みし邪悪の目。あとはお主の意に任せよう。
قصة شعر وبس. أونوشي، توكيتشيرو توا كوتونار ميتشي أو يوكو كا. まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。 طيب عندي الحين منطقة جديدة أروح لها، لكن راح أوقف هنا بإذن الله. راح أروح لها في الحلقة الجاية. يعطيكم العافية على المشاهدة، ولا تنسون الاشتراك، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.